le collectif des ADH pour la défense des victimes de la guerre en RCA. إن تجمع جمعيات الدفاع عن التشاديين ضحايا الحرب في أفريقيا الوسطى هو الطرف المدني والممثل القانوني للضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك من خلال محامين دوليين ذوي خبرة معتمدين من قبل المحكمة الجنائية الدولية. في 11 ديسمبر 2019 أصدرت الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن جلسة إقرار التهم المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي رفعها المدعي العام ضد الجناة المتهمين، غير أن كوفيد-19 لعب دورا في تأخير بدء المحاكمة، الأمر الذي أثار قلق الضحايا وتساؤلهم عن توقيت بدء المحاكمة. واليوم لدينا معلومات مهمة تتعلق بإجراءات المحكمة الجنائية الدولية نود أن ننقلها إلى الضحايا والرأي العام. وفي هذا السياق فإن الغرفة الابتدائية قد حددت تاريخ بدء المحاكمة في 9 فبراير 2021، لذلك فإن هذا التاريخ سيشهد إدلاء الأطراف والمشاركين ببياناتهم الافتتاحية، وفي غضون ذلك يسمح للضحايا بتقديم طلباتهم للمشاركة والتعويض، خاصة الذين لم يفعلوا ذلك من قبل، ونحن سنرسلها إلى المحكمة حتى نهاية تقديم الأدلة إلى المدعي العام. ونشكر المحكمة الجنائية الدولية نيابة عن الضحايا على اتخاذ هذا القرار الخاص ببدء المحاكمة في 9 فبراير 2021، ونطلب من الضحايا التزام الهدوء لأن وقت العدالة قد بات قريبا. Nous leur disons d'être sereines et que l'heure de la justice est proche.